مرحلة جديدة من مراحل النعيم النفسي، وهو عندما يكون في القبر. بعد أن يجيب على الأسئلة الثلاث إجابة صحيحة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة مع سهولتها الآن، إلا أن إجابتها في القبر تعتمد على كمية الحسنات والسيئات التي لديك، فمن كانت حسناته كثيرة وتابعا سيئاته في الدنيا سهلت عليه الإجابة، أما الآن الإجابة سهلة. لكن في القبر الأمر مختلف، فإذا أجاب إجابة صحيحة نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. عندها سيأتيك من طيب الجنة وروحة ويفسح لك في قبرك مد بصرك، يتوسع القبر يصبح أيضا مستنيرا ما في ظلام. وسيأتيك رجل حسن الوجه، انظر إلى مراحل النعيم النفسي، يأتيك رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، رائحته طيبة، فيقول لك هذا الرجل أبشر، أصلا كلمة جميلة، قال أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. عندها ستسأل من أنت؟ وجهك الذي يجيء بالخير، فيقول لك أنا عملك الصالح، لأن كنت تعمل أعمال صالحة فتراه بشكل طيب جميل. في تلك اللحظة ستتمنى أن تقوم القيامة، ربي أقم الساعة أقم الساعة، أنك فرحان. لكن إضافة إلى النعيم الجسدي هذا كله داخل القبر، هناك نعيم نفسي يحصل لصاحب الطاعة، فكما أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من رائحتها، فإنه يفتح له أيضا باب من النار. النار لماذا؟ أليس هو من أهل الجنة؟ لا، هذا الباب ليس لكي يدخله، إنه سيرى فيه مقعدا فارغا لكنه في النار، مقعد فارغ منه. يقال له هذا مقعدك لو كنت عصيت الله عز وجل، فيفرح فيزداد من النعيم النفسي فوق النعيم الجسدي.